أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض عضو مجلس الشورى السعودية الأستاذ فضل البعينين. أهلا بك في نشرة الأخبار. وأستاذ فضل، يعني حدثنا عن أهمية دور مجلس التنسيق السعودي البحريني في تعزيز التعاون بين البلدين بشكل عام والتعاون الاقتصادي بصفة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم وبالمشاهدين جميعا. لمجلس التنسيق السعودي البحريني أهمية قصوى في تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وتحقيق التكامل والانتقال بها إلى مرحلة متقدمة من الازدهار والنماء، إضافة إلى تنسيق المواقف وتعزيز العلاقات المشتركة في جميع المجالات، وخاصة في الجوانب السياسية الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى المواءمة بين رؤيتي البلدين 2030. ولأهمية المجلس، فقد تم رفع مستوى التمثيل فيه ليصبح برئاسة صاحبي السمو الملكي وليي عهد البلدين الشقيقين، ما يعكس ذلك حجم الطموحات والأهداف المشتركة المرجوة من هذا المجلس المهم. اجتماع الأربعاء كان مثمراً وبناءً وعكس عمق العلاقة الأخوية والتاريخية بين البلدين، وحرص المجلس أيضاً على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وبما ينعكس إيجاباً على التنمية في البلدين. ولعلي أشير إلى أهمية الإعلان عن افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية الذي تم تأسيسه في نوفمبر 2022 بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة في مملكة البحرين باستثمار بلغ 5 مليارات دولار أمريكي. والدور المهم للشركة وانعكاساتها التنموية المأمولة واقتناصها أيضا الفرص الاستثمارية عبر قطاعات مختلفة، وهو إعلان يؤكد على فاعلية المجلس وتنفيذه المشروعات والبرامج التي يتم الاتفاق عليها. أعتقد أن الاجتماع شهد أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات متنوعة ومختلفة، أهمها في الطاقة والاقتصاد والمالية والأسواق المالية وغيرها أيضا من الاتفاقيات الأخرى. أختم بالتأكيد على العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات المشتركة والوصول بها إلى مرحلة متقدمة من الازدهار والنماء والتكامل الأمثل بين البلدين الشقيقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود المباركة وأن تنعكس إيجابا على البلدين الشقيقين والشعبين أيضا المحبين. نعم، من الرياض عضو مجلس الشورى السعودي الأستاذ فضل البعينين، شكرا جزيلا لك.